السلام عليكم. أنا اسم ديالي محمد البوشي، مدينة البيضاء. عندي مرض ديال الكلاوي، عندي الحجر في الكلاوي، وتحصرت بالليل، بقيت حتى الصباح محصور. عطوني الدار واحد الفانيل شربته، خلاص هو باش حاشاكم. بلت مني بلت لحت حجرة، قال الدار قال لي ودير عندك الحجر. المهم عاود درت لي الوالد داك الدواء ديال العرب، بقيت كنشربو. مني شربت داك الدواء ديال العرب لحت عاوتاني ثلاثة الحجرات، هي أربعة الحجرات. مشيت للسبيطار المستوصف اللي عندنا في الحي، عطاتني طبيبة واحد، قالت لي جيب واحد الجفيشات. مشيت جبتهم لها عمراتهم ليا. مني عمرات لي الطبيبة الجفيشات قالت لي أنت، قالت لي غتمشي للسبيطار ديال السالمية، غتشد رونديفو عند الطبيب ديال الكلاوي، وغتجي للسبيطار ديال حمام الفن باش تشد رونديفو باش يديروك التلفازة. قالت لي وكان التسبق ديال السالمية هو الأول. مشيت شديت رونديفو ديال السالمية، مني جيت باش نشد رونديفو ديال التلفازة هنايا في حمام الفن، قالوا لي لا، قالوا لي خاصك تمشي للسالمية. قلت لهم ودي انا يلاه كي جيت من السالمية، قال لك لا خاصك ترجع للسالمية. مني مشيت عند الطبيبة، قالت لي الطبيبة ماشي مشكل. قالت لي مني شديت شي رونديفو عند الطبيب تماك صافي ماشي مشكل. صافي مني مشيت عند الطبيبة قلتها لها، قالت لي صافي ماشي مشكل، صافي بركت. وصل اليوم الرونديفو ديالي لليوم الاربعاء باش نمشي ندير ندوز عند الطبيب، قالوا لي لا هي احنا هنا ما عندناش الطبيب ديال الكلاوي. قلت لها اختي، قلت لها مني ما عندكمش الطبيب ديال الكلاوي ما تقوليش ليا، ما تعطينيش رونديفو النهار الاول. وهي تقول لصاحبتها، قالت لها اش غنديروا مع هذا؟ قلت لها عطيه حتى الاربعاء. عاوتاني عطاتني رونديفو اخر حتى الاربعاء باش تفك مني. انا دابا بغيت غير هاد الميساج هذا يوصل للناس المسؤولين، واللي عرف شي حاجه ولا اللي عرف شي طريق يدلني بها ويوريني اشنو ندير. الله يرحم الوالدين.